كرة لمصلحة البطايح، المرور جميل، التصويبة يا الله. لورينسي يبدأ المهمة، هنا البطايح، هنا البطايح. كرة في انطلاقة، خطأ من الدفاع، فرصة البطايح، فرصة البطايح، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. لورينسي يصل إلى الشباك، البطايح يضرب المرمى ويهز الشباك فريق الدفرة وعبد الله سلطان. 1-0 جديد يا سلام، برافو بشكل حلو من لوري لان، ممتازة هذه للأمام، خطيرة هذه، زيكو بابا، زيكو يحاول يمر للوري، الله! اللوري هو اللوري. وصلت الى لورينسي دو، لورينسي دو امكانياته، سرعته، فرصه خطيره، الله! هذه الكره اصلها جعلتهم في ما قاعد يجد المساحات، لعيب لعيب لورينسي، لعيب لعيب لورينسي، الله على انطلاقه للامام، هذا كل جديد، تمريره باتجاه اللوري خطير، هذا خطير، هذا خطير يا جماعه، كرة عرضية بالراس، اوه هذا هو، هذا هو واقف يعني، هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء حتى الآن ما شاهدنا مني شيء، هذه كرة انطلاقة للوري، اللوري جول، اللوري جول، اللوري جول، لا تخطئ أمام هذا الرجل، فقد يهز الشباك وهو بالفعل يسجل الثنائية الآن للبطل. كاميروني تحت الرقابة لكنه يهرب، الله يا ستار يا ستار، الراقي يعود كبير عادل محمد، وهنا محاولة للبطايح خطيرة، جول اللعب الان عاليه داخل منطقه الجزاء، بالراس وسهل على طول، خطيره جول، لورينسي اذا الكره الان تلعب بالراس، جول، بعيده تماما، بعيده تماما الكره بدون تركيز، هناك اصابه لإيريك، ما زالت المحاوله مستمره لمصلحه يلعب إلى لورينسي، لورينسي يرفع الكرة الرأسية، مهدي مبارك لم يسجل ولم يصنع، هذه خطيرة لورينسي، كرة في الشباك، واحد واحد للبطايح، يسجل البطايح، يخلص الفارق لورينسي، هداف الراقي هذا الموسم، يحاول فيها أمان، خطيرة والهدف الثاني التعادل، لورينسي يسجل التعادل لمصلحة البطايح والراقي يعود للمباراة. انطلاقة عبد السلام يحاول، لورينسي 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 جو، راح اهدى تمريرة، بطاقة حمراء ستكون حاضرة. سعيد علي حتى لأحمد موسى، الكرة تعود لحبوش، حبوش صالح، تبقى لمصلحة البطايح، والثاني الثاني لورينسي، لورينسي جول، حلوة حلوة حلوة، شوف 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 لورينسي، لورينسي للأمام، يأتي بتمريرة و الحلول موجودة، الحل الفردي موجود عند هذا اللاعب، إمكانياته الجميلة، يأتي بكرة عرضية، لورينسي المهارات يمتلكها لورينسي، بالإمكان أن يأتي بكرة عرضية وهو هداف الفريق، هذا البرازيلي الذي عادة ما يسعد البطايح بأهدافه الحاسمة هو من يتقدم، لورينسي دو، وضربة جزاء ناجحة، يعود البطايح، يعود عودة تيفيرتي في إبعاد هذه الكرة، الفرصة أرسلت من جهة اليسرى، انطلاقة من جانب اللاعب لورينسي، أصبحت في الجهة اليسرى خطيرة، هنا البطايح، هنا الخطيرة،
إيريك، كرة في الناحية اليمنى تحت كرة عرضية، لورينسي يحاول كرة باتجاه سيكو باما، لورينسي يمر لورينسي الآن يحاول يمر، لا تعود المحاولة خطيرة، لورينسي تمريرة جميلة ومحاولة الآن لهذا اللاعب الخطير لورينسي يمر يتقدم، الله مرة تقدم في هذه الكرة لورينسي، لكن عودة سريعة أيضا لبوبليتي، ما زال لورينسي يحاول، لورينسي العرضية خطيرة أبانج.